أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أعلن قائد عمليات تحرير قضاء الحويجة في العراق عبد الأمير رشيد يار الله تحرير 35 قرية جديدة في إطار عملية تحرير الحويجة من احتلال داعش جنوب غربي محافظة كركوك. وقال في بيان له إن قوات جهاز مكافحة الإرهاب وقطاعات عمليات شرق دجلة حررت 35 قرية وما زالت مستمرة بالتقدم. أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أهمية مواصلة جهود السلام في اليمن مهما كانت المعوقات. جاء ذلك في لقاء جمع ولد الشيخ بالسفير اليمني علي أحمد العمراني في مبنى السفارة اليمنية في سلطنة عمان. أكدت الحكومة المغربية دعمها لسيادة ووحدة أراضي إسبانيا الجارة بحسب ما ذكره مصدر دبلوماسي مغربي على خلفية الأزمة القائمة بين الاستفتاء غير القانوني الذي أجراه إقليم كاتالونيا للاستقلال، مشددا أن موقف المغرب واضح بدعم الحكومة الإسبانية، وهذا ما عبرنا عنه في مرات عدة. أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس أمس أن الاتفاق النووي الإيراني يصب في صالح الولايات المتحدة ما يتعارض مع تلويح الرئيس دونالد ترامب بالانسحاب منه ووصفه بالمعيب للبلاد. وقال ماتس في إفادة أدلى بها أمام لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ يوم أمس إن مصالح واشنطن الوطنية تقضي بأن تبقى في الاتفاق النووي مع إيران. وتابع ماتس أنه في حال التأكد من أن إيران تحترم الاتفاق وأن الاتفاق يصب في صالح الولايات المتحدة فمن المؤكد أن يجب أن الحفاظ عليه. اتهم سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة جا سونغ نام الولايات المتحدة بالعمل على إعاقة التنمية الاقتصادية، ودان العقوبات المفروضة على الدول الفقيرة في محاولة لتدمير الحضارة العصرية. وقال السفير نام إن كوريا الشمالية ستتحمل ضربة العقوبات وستستمر في طريق بناء القوة الاشتراكية بروحية الاعتماد على الذات. قال متحدث باسم حاكم بورتريكو إن العدد الإجمالي لضحايا الإعصار ماريا في بورتريكو ارتفع إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 34 شخص. وقال مدير اتصالات الحاكم في واشنطن إن أسوأ إعصار يضرب الأراضي الأمريكية خلال أكثر من 90 عام قتل 19 شخصا بشكل مباشر. الموجز، إلى اللقاء. نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على يوتيوب. ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب، أو إن أعجبكم ذلك شاركونا تعليقاتكم، ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.